استدراج الناس بهذه الطريقة إلى الحج واعتقالهم، هاي مو أول مرة تصير عندنا بالعراق، قبلها حثت أكثر من مرة مع عراقيين بمختلف توجهاتهم. عماد آل مسافر طالع بفيزة مجاملة من السفارة السعودية في بغداد، وضمن الحصة المقررة لرئاسة الوزراء راح إلى السعودية يطلعون له منشورات سابقة يأيد بيها أنصار الله اليمنيين في حربهم ضد السعودية. بالمناسبة مو بس عماد، كل احنا نأيدهم، لأنه مو فقط بحربهم مع السعودية اللي شفناه الآن مع الكيان الصهيوني رفعت راس ذولا، ولا نستحي نأيدهم أبدا. يا حكومة، هذا الرجل انطيني صورته، عفوا، هذا عماد آل مسافر، شخصية عراقية. هسه لمن ينتمي، شنو توجهاته، وين يروح وين يجي، ما لنا علاقة به. هذا الرجل حامل الجنسية العراقية، مطلوب من عندك يا السوداني، مطلوب من عندك انت شخصيا السوداني، محمد شياع السوداني. هذا الرجل المفروض يرجع لأهله. إذا كانت جريمته أنه مناصر أنصار الله في اليمن، فماكو عراقي عندنا ما مناصر ذول الناس، وأنت تدري. فخلي السعودية يعتقلون كل الحجاج الآن، أو قطع الحج تماما، ما نريد الحج بهذه الطريقة، حج ويروحون أبنائنا يدخلون بالسجون السعودية ويحاكمون وفق القانون السعودي اللي تعرفونه كل الزين. ماكو أي قانون بالسعودية، السعودية لحد الآن تقتل بالسيف، شلون تسمحوا لهم لحد هذه اللحظة 6 أيام صار لعماد بالسجن؟ هذا عراقي، ومسؤوليتك يا رئيس الوزراء ومسؤوليتكم يا كتل سياسية، لا حد يجامل هذا، إذا ما رجع أنتم المسؤولين عنه. وشكرا لك سيد عباس، تفضل.